حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. في مجموعة من الروايات وردت هذه الكلمة: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. العم حفظه الله كان يقول هذه الكلمة جدا موجعة. إذا واحد يجي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا مو من الإمام أمير المؤمنين، يقول هذا مو من. أربعة من المعصومين بمقدار ما رأيت في كتب الروايات أكدوا على هذا المطلب وبنفس المضمون: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. هذه الرواية مروية أولا عن الإمام أمير المؤمنين، وثانيا مروية عن الإمام الكاظم، وثالثا مروية عن الإمام الصادق، ورابعا مروية عن الإمام الرضا صلوات الله عليهم أجمعين. الإمام أمير المؤمنين والإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا. واحد في كل يوم قبل النوم يخلي له هذا البرنامج: اليوم ماذا عمل؟ هذه القضية قضية مهمة جدا، وتجعل في الإنسان ملكة المراقبة لأعماله والملاحظة لأعماله، حتى مرة واحدة ليشوف في الآخرة أن كل أعماله كانت، والعياذ بالله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أحيانا واحد في الخضم يشتغل بالجزئيات. أكو مثال معروف أنه تحجبه أشجار الغابة عن رؤية الغابة. واحد إلى وين دايرو؟ ماذا يعمل؟ لماذا يعمل؟ كثيرا ما واحد يغفل عن ذلك، وفجأة في ميزان الآخرة يكتشف الحقيقة المرة. المحاسبة الليلية تنبه الإنسان إلى عمله وواقع عمله.